بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم في الحدث النهاردة في قاعة الكلمة. هنتكلم فيه عن علم جديد قديم ظهر من آلاف السنين. كنا بنسمع قدماء المصريين متقدمين جدا في الطب، بنسمع بيعالجوا حاجات احنا دلوقتي ما بنقدرش نعالجها، ما بنقدرش نتعامل وياها، وصلوا لتشخيصات ما نعرفش عنها حاجة. بعد 5000 سنة جه عالم أمريكي سنة 1876 وتعرض لحادثة قوية جدا، راح 3 من أولاده في وباء عالمي كان بيجتاح العالم كله في الوقت ده. بعد ما مات الولاد الثلاثة قال احنا بندرس الطب بطريقة غلط، في طريقة أكيد تانية تمكننا من ان احنا نعرف نعالج الأمراض اللي احنا مش عارفين نكتشفها دلوقتي. ومن هنا بدأ البحث عن ارتباط أعضاء الجسم المختلفة ببعضها، أنسجة الجسم كلها بتتعامل إزاي. وصل العالم ده بعد 20 سنة من دراسته إلى إيجاد علم جديد اسمه علم الأستيوباثي. ده كان في بداية القرن العشرين سنة 1900، بدأ يكون أول مدرسة للأستيوباثي في أمريكا. المدرسة دي لأسباب كتيرة جدا بدأت تتحارب، لأن احنا عارفين إن الطب عبارة عن، مش عايز أقول عصابات مافيا، لا، الطب بيحكمه السياسة والاقتصاد. ومن هنا كان لازم الطب التقليدي اللي احنا عارفينه يحارب وجود الطب الجديد اللي هو الأستيوباثي. وبدأ الطب ده ينمو بطريقة بيتحرك ببطء شديد عشان يوجد نفسه وسط مدارس الطب المختلفة في أمريكا. واتحصر العلم ده في أمريكا لفترة طويلة جدا من الزمن، ممكن الفترة دي تكون وصلت ل60-70 سنة. بعد 60-70 سنة بدأت أوروبا تكتشف أن أمريكا عندها طب غريب لازم تدور عليه وتشوفه وعلم ده تدرسه، وبدأت المدارس الأوروبية تاخد العلم ده وتكتشفه. سنة 2002 دكتور مصري، الدكتور أحمد حسن الله يرحمه، كان نقيب العلاج الطبيعي في الوقت ده، سافر أمريكا وتعرف على أحد الطيور المهاجرة في أمريكا من المصريين الشرفاء اللي عايشين هناك، واكتشف إن عنده علم غريب أول مرة يسمعه اسمه الأستيوباثي. قعد معاه وقال له يا دكتور لازم تنقل العلم ده لمصر. الكلام ده 2002، يعني بعد حوالي 120 سنة من بداية ظهور العلم ده في أمريكا. وهنا قرر الدكتور هشام خليل أنه ينزل مصر ويحقق وصية الدكتور أحمد حسن الله يرحمه في أنه ينقل العلم ده لمصر. وبدأ رحلة نشر العلم ده في مصر سنة 2005. النهاردة إحنا في 2018، في مدرسة موجودة في مصر بتدرس العلم ده اللي احنا هنتعرف عليه من خلال الدكتور هشام خليل. المدرسة دي بقالها أكتر من 8 سنين عمالة تطلع وتنزل وبتتقلب وسط الصراعات السياسية اللي بتحصل في مصر. احنا النهاردة هنتعرف عن أهمية العلم ده، ايه هو، بيبص للطب ازاي، بيبص لجسم الإنسان ازاي، امتى نلجأ له، وامتى هنستفيد منه. العلم ده كل الكلام ده هيوضحه لنا الدكتور هشام خليل في المحاضرة بتاعته. وأستاذن حضراتكم هيتوزع على حضراتكم ورق وقلم، اللي محتاج يسأل عن حاجة هيكتبها في الورق ده، وفي نهاية المحاضرة إن شاء الله آخر نص ساعة هنرد على استفساراتكم كلها. اتفضل يا دكتور هشام. السلام عليكم. بشكر الدكتور محمود على المقدمة الهائلة دي. طبعا بشكر الأستاذة إيمان اللي نسقت لنا الكورنيتد الإيفنت، بشكر الأستاذ محمود، بشكر كل الناس اللي حاضرة، وبشكر التيم بتاعي اللي حاضر to support the idea. الحقيقة لما بنتكلم على حاجة معقدة زي الأستيوباثي بنحاول نبسط الدنيا شوية، و لو في اي سؤال عند اي حد كل المطلوب بس حضرتك اكتبه في ورقه، وقبل اخر الايفنت هجاوب كل الاسئله. لو حابين نلخص الاستيوباثي بالنسبه لينا، هو علم بيتعامل مع الجسم
as a one functional unit, وحدة وظيفية واحدة. يعني لو حابب ألخصه في كلمتين كده، لو حد عنده آلام ركبة زي معظمنا، إحنا بنروح للدكتور بيعمل له MRI، بيعمل له X-ray، بيركز على مشكلة الركبة إيه اللي فيها. إنما محدش فينا برغم إن كلنا بندرس نفس الأناتومي ونفس الفسيولوجي ونفس الإمبريولوجي نفس العلم، محدش فينا بيجيله في دماغه إن ممكن يكون في علاقة وطيدة بين الركب مثلاً وجراحة ما بعد السيزيريان سيكشن أو الأبندكتومي اللي هي الزايدة، شكراً، أو اعوجاج الحوض أو مشاكل القولون. كل ده بيأثر بشكله، هنتكلم in details إزاي ده بيأثر بشكل مباشر أو غير مباشر. فالاستيوباثي بيدور على سبب المشكلة وبيركز إن هو يعالجها بطرق مختلفة اللي هي الطرق العادية زي الأدوية والجراحات وغيره، بالإضافة إلى الطرق بطريقة يدوية آمنة للعيان. خلينا نبدأ من facts، خلينا نبدأ بنسموه حقائق. yes. نسبة الناس اللي عندها ألم مزمنة في الولايات المتحدة الأمريكية بعلاقتها بالسن، عندنا ثلاث colors، أخضر غامق وأخضر وزي أصفر، وهنا ده بيمثل العمر من أول الرينج اللي هو من 18 سنة 23 لحد 90 سنة، وهنا بيمثل الجرين ده بيمثل الرقبة اللي هي ألام الرقبة، ودي ألام الركبة اللي هو الأخضر الفاتح، ودي الألام اللي هي لا ركبة ولا هي عنق. لو بصينا الناس اللي عندها بين 54 سنة ل 60 سنة تقريبا، 37% منهم بيشتكوا من ألام ركبة وألام ظهر. ده بنشوف هنا اللي عندهم 18 سنة بيبقى 16% منهم بس، وهكذا. فده بيورينا قد ايه الموضوع سيريس. اللوباك بين بالتحديد اللي هو اسفل الظهر، الام اسفل الظهر، هو نمرة واحد في امريكا، في الولايات المتحدة الامريكية نمرة واحد، السبب الرئيسي اللي ليه علاقة بالشغل لأي حد تحت سن 45 سنة. يعني تخيل نمرة واحد، يعني الناس اللي بتاخد أجازات ويعني بتعمل work related، نمرة واحد cause يعني موجود في أمريكا. والسبب الثاني للناس اللي بتتغيب عن الشغل، وخامس سبب إن حد يروح لدكتور. متخيلين يعني الموضوع quite serious. التكلفة في أمريكا لوحدها 135 بليون دولار بير يير كوست لعلاج الألم، بس ألم الظهر بالتحديد. واحد من كل أربعة أمريكان بيكسبيرينس بيجيله ألم الظهر في حياته. الفاكت الثانية دي السورس بتاعها National Council of Osteopathic ريسيرش، ده اللي هو مركز ابحاث اوستيوباثي، بيقول ان 89% من الناس اللي بتعالج اوستيوباثيكلي بتريبورت ان امبروفمنت ان ذير سيمبتومز اون 1 ويك افتر. يعني كل يعني لو 100 واحد بيروح يتعالجوا اوستيوباثيك، 89% منهم بيتحسنوا بعد اول اسبوع. وده مش عشان هم شاطرين، عشان هم بيشوفوا العيان، عشان هم بيعالجوا سبب المشكلة مش السيمتوم. ده التايتل بتاعنا النهاردة، أهمية علم الاستيوباثي كتخصص طبي في الآلام الناتجة من مشكلات العمود الفقري بطريقة أمنة. ده أنا بمثل في ميدل إيست وشمال شمال أفريقيا والشرق الأوسط، بمثل الأكاديمية الدولية للأستيوباثي إن إحنا نقدر ننشره في المنطقة. يعني الحقيقة دي زي ما بيقولوا إيه، ده الكريدنشال بتاعي
اللي هو الشهادات اللي انا خدتها والكلام ده، وانا فخور جدا ان انا عندي كريدنشال اولها المعاناه. يعني لو بصينا هنا، سيبك من الديجري بتاعت كايرو يونيفرسيتي، حاجات كتيره، نمره من سنه 1995 ل 2000 انا سفرنج، يعني بعاني. كنت بعمل شقي شويه وانا صغير، فكنت بعمل حوادث كتير بالعربيات. تخيل طبعا وجودي في امريكا عضد فكره العربيات دي. تخيل واحد لسه عنده حاجه و20 سنه وبيكسب كويس، فاول حاجه بتيجي للسن الشقاوه. طبعا الرجاله بصفه عامه مش بيماتيور زي الستات. الرجاله بتماتيور امتى تقريبا؟ بعد 45 بيبتدي يعقل بقى وابتدي يشوف يعني. فانا بقى كان عندي شويه انماتيوريتي في النص كده، بس كانت بادئه بدري شويه. فكنت اروح اخد الفلوس اشتري، اشتغل هارد واروح اشتري عربيه مثلا 50,000 دولار ولا حاجه، وافضل ماشي سريع لحد ما تعمل حادثه. شغل جنان رسمي يعني. المهم عملت خمس حوادث. الخمس حوادث دي توتال لوس. يعني توتال لوس يعني ايه؟ يعني عربية $50,000 دي تبقى $10 بعد ما استلمها بشهرين ثلاثة. طبعا ده اتس باد ايديا للانشورنس. كان المهم مش عايزين ندخل في التفاصيل. ولا مرة من المرات دي اتعورت، يعني اتعورت بالمعنى المصري اللي هو ينزل دم يعني. وكنت متخيل ان ده حاجة كويسة. بعد خمس سنين فوجئت ان انا بشتكي من حاجة اسمها كوليسترول هيديك. كوليسترول هيديك ده نوع من الصداع، يعرفه كل الدكاترة المتخصصين ذات الأعصاب. لما بيجي للواحد يبتدي يحس بآلام غريبة جدا في دماغه وفي جسمه، ممكن ما يقدرش يسمع، ممكن ما يقدرش يشوف. وابتديت أخد كمية أدوية خرافية، من ضمنها، من ضمن الأدوية دي حاجة ناركوتيك، مخدرات يعني. وحتى بعد ما خدت كل الادويه الكتيره دي ما عملتش حاجه، لان كل ما بروح وجودي في امريكا وداني الاحسن مستشفيات في امريكا، نورث ويسترن، مستشفيات يعني عالميه يعني. وكل مره بروح يتعمل لي MRI والسي تي واكس راي والكلام ده كله، مفيش حاجه بتبان في الحاجات دي. والدكتور يقول لي دايما انت زي الفل، الموضوع في دماغك، it's only in your head. معناه ايه؟ ان انا مجنون رسمي. حد متخيلين عارفين الاكسبريشن ده؟ it's only in your head يعني. وده بيتعرض لي كمية مرضى، بالذات السيدات في الوطن العربي دايما يتهموا ان هي بتدلع، بالذات لما تروح مع الدكتور، تروح مع جوزها عند الدكتور ويقول لها ان هي بتتدلع، والحقيقه ان هي بتتعذب. انا مريت بالتجربه القاسيه دي جدا. وكان المشكله ان انا مش قادر افانكشن، مش قادر اشتغل، مش قادر اخد، مش عارف امارس حياتي الطبيعيه. والموضوع كان بيتفاقم جدا، لحد في يوم من الايام الدكتور قال لي لازم اتدخل جراحيا ونعمل انجكشن، حقن في العمود الفقري، عشان وقالوا لي بس هو في نسبه ان انت ممكن تتشل نسبه 40%، بسيطه خالص. طبعا الموضوع، طبعا الامريكان لزاز في الحته دي قوي، لان هم عندهمش يعني ان هو يكون اوبجكتيف ويعني واضح، دي اهم عنده من العيان حاسس بايه. المهم خدت فعلا اولموست يعني هتوكل على الله واروح اعمل البروسيجر، لان مش قادر اتعايش مع الالم. لحد بالصدفه البحته واحد صاحبي من، انا عايش في شيكاغو، واحد صاحبي من نيويورك اتصل بيا قال لي جربت الاستيوباثي. قلت له ايه الاستيوباثي ده؟ اعشاب ده ولا ايه بالظبط؟ ما اعرفش عنه حاجه طبعا. وفي الوقت ده كان عندي خمس عيادات علاج طبيعي، والحمد لله كان ربنا فتح عليا. وده كانت مشكله من مشاكل ان انا الفلوس كتيره دي بتخليني اجيب عربيات كتيره فاعمل حوادث كتيره. فيعني it was like a vicious circle يعني. Make long story short، كلمت الناس اللي في شيكاغو، لقيت كان في مدرسة مشهورة جنبنا، فعرفت ان ده كان اجازة الصيف. المهم كلمته تاني قلت له انا مش فاهم اي حاجة، انت تعرف مين؟ قال لي انا اعرف واحد في كندا شاطر كتير، وتعالى نروح مع بعض، انا كده كده رايح. وفعلا خدت طيارة من شيكاغو ورحت تورنتو.
النظام في امريكا في كندا الطبي غير النظام في امريكا. النظام في امريكا يعني برايفت سيكتور وحاجه لكجيريوس قوي. النظام في كندا سوشيال ميديسين زي القصر العيني كده بس على نضيف شويه. فاخدت دوري ومهم كنت عيان بقى، فالطلبه كده قعدوا يتدربوا عليا برضو زي القصر العيني كده شويه. في الاخر دخلت قابل واحد دكتور فرنساوي بيرلي سبيك ان انجلش، تقريبا ما بعرفش اتكلم انجليزي، فكانش في تواصل بيننا كانش حلو قوي. قعدوا يعملوا عليا شويه اختبارات، نمت مسك دماغي. انا بالكالتشر المصري هو الراجل ده يا اما بيقرا عليا، يعني انا ما بعملش، يعني من وجهه نظري ما بعملش حاجه، هو ماسك دماغي وانا حاسس ان حاجه بطني بتوجعني وحاسس رجليا بتنمل يا كابتن الموضوع. فيعني ما فهمش اي حاجه، وكل ما احاول افهم يقول لي شش هو ده اكيد بيحضر حاجه يعني. المهم 10 دقائق بعد كده قالوا لي خلاص. لا ثانية واحدة، أنا إيجيبشن يعني. المهم لو كان الألم عندي اليوم داون مثلا 9/10، روحت الأوتيل بقى 20/10، فأنا رايح بالمنتاليتي المصري أدغدغ لهم الكلية يعني. قالوا لي إحنا آسفين جدا، من سنة أقول لك أنت ممكن تتألم شوية زيادة. ميك لونج ستوري شورت، وذين في ثلاث جلسات بينهم شهر واحد، يعني ثلاث شهور يعني ثلاث جلسات بينهم كل واحدة شهر، رجعت إنسان طبيعي جدا. قلت إيه ده؟ أمال أنا كنت فاهم إن أنا شاطر بقى وواد مقطع الدنيا وعندي 5 أداة وزي ما بيقولوا في مصر كده برنس أوف إيجيبت، يعني مش مصدق إن أنا، مش متخيل إن أنا مش فاهم. قلت أكيد دي رسالة من ربنا إن أنا أدرس العلم ده، وفعلا ده اللي حصل. الاستيوباثي 5 سنين بعد كلية طب أو بعد كلية علاج طبيعي، وفي موديل يعني في كذا موديل في العالم. أمريكا هي كلية طب عادية خالص، أوروبا زي ما بحكي لكم كده في البارت تايم زي اللي عندنا في مصر، ده 5 سنين بعد كلية طب وبعد كلية علاج طبيعي. فأنا بعتبر أهم شهادة أنا حصلت عليها مش الشهادات اللي أنتوا شايفينها دي خالص، أهم شهادة إن أنا كنت عيان و experienced the osteopathy for myself، يعني جربت الاستيوباثي بنفسي، وده اللي خلاني غير كارير في الوقت ده. في واحد اسمه باولو كويلو اكيد كلكم عارفينه، بيقول 3 حاجات بيغيروا حياتنا: الحلم او الاحلام، المعاناه، والحب. فانا experience اللي في النص لان ده اعتقد اقوى حاجه. طب التقويم والاستيوباثي فرع من افرع الطب الموجوده في العالم كله، للاسف مش منتشر عندنا في شمال افريقيا والشرق الاوسط، بتعتمد على ان الجهاز العضلي العصبي بيأثر او الانتجريتي او انتجريتي كمال الجهاز العصبي العضلي العصبي لو حصل فيه مشكله بيأثر على الوظائف الاخرى الحيويه للجسم. زي مثلا لو انا مثلا اتخبطت في صدري، فاول حاجه بتحصل ايه لما بتخبط؟ بتالم، فبالتالي بيغير البوستشر بتاعي، وبعد كده بيحصل شويه تقلصات عضليه في المنطقه. بعد شويه امكانيه ان انا اتنفس بشكل طبيعي بتقل لاني بضغط على الرئه. الضغط على الرئه دون بعد شويه بيأثر على الجهاز الليمفاوي، وممكن بعد شويتين احس ان انا عندي ما يسمى بيقولوا نمونيا، التهاب رئوي، واروح للدكتور ويديني انتيبيوتيك عادي وما اخفش، او كل ما اخد اول ما يعني افضل اخد انتيبيوتيك على طول. لان ليه هنا المشكله بتحصل؟ لاني مش بعالج السبب اللي هو مشكله دخول الهواء بحريه للرئه. ده المفهوم العام للاستيوباثي، ان احنا بنعالج السبب مش العرض. الاستيوباثي بيعالج حاجات كتيره جدا، بس لازم يكون عشان نقول ان هو بيعالج 100% لازم يكون سبب المشكله ليه علاقه بميكانيكا الجسم. على سبيل المثال يعني مثلا مشكلتي انا كانت ايه؟ كانت زي التصاق ما بين الفقره العنقيه الاولى
والتانية، وده بسبب الحوادث العربيات. في كل حادثة دايما لو انت واخد بالك بنكون لابسين السيت بيلت، ايه الحتة اللي بتتحرك ذا موست؟ الرقبة بالظبط. فكل مرة كانت بتتحرك كده فبرجع بتوجعني، فقام جاي بيجي لي تقلص في الرقبة. فبعد إصابات كتيرة عملت اعوجاج في قاعدة الجمجمة اللي هي بتأثر على اللي بيسموها الشرايين اللي طالعة من القلب داخل المخ، ودي كانت بتعمل صداع شديد جدا، وبتأثر على الأعصاب اللي نازلة من المخ لبقية الجسم، وده كان سبب الآلام المبرحة اللي هي ملهاش سبب أو اللي احنا ما بنقدرش نشوفها بالطريقة التراديشنال. الاستيوباثي بيعالج حاجات كتير قوي، ألام شولد، ألام رقبة وظهر، حتى مشاكل أحشاء زي اضطرابات الأمعاء والبطن ومشاكل التنفس، لما يكون سببها حاجة في الميكانيكا اللي مأثرة على الجهاز العصبي اللي رايح للحتة دي. خلينا أوضح شوية. لو جبنا مثلا عينين كتيرة جدا اللي بيجونا بعد الويبلاش انجري اللي هي العربية، خبطة العربية حتى لو تافهة، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان انت بتبقى لابس سيت بيلت، فدماغك بتروح من ورا لقدام وعين ترجع تاني لورا. عندنا عصب مشهور جدا نازل من قاعدة الجمجمة اسمه الفيجاس نيرف، ياريت تدوروا عليه النهاردة، او العصب الحائر. العصب الحائر ده ايه؟ العصب الحائر ده بيدي للقلب وبيدي التنفس وبيدي كل الجهاز الهضمي لحد قولون. تخيل لما العصب ده يتزنق فوق ايه اللي يحصل لبقية الجسم؟ ولذلك تلاقي العيان بيجي مثلا، او ماي اكسبيرينس لما كنت اخصارك طبيعي زمان، واجي اعمل شد رقبة للعيانين دول، يقول لي دكتور حاسس ان انا روحي بتروح، او حاسس ان عاوز ارجع. ما كنتش بفهم ساعتها ليه العيان ده بيشتكي. بعد الاستيوباثي فهمت ان ده انا بكل اللي بعمله ان انا بقعد بشد في العصب اللي هو اوريدي مشدود، فالعيان بيحس ان هو عاوز يرجع، ان العيان بطنه مقلوبه، نفسه مكروش، حاسس ب نبضه غير طبيعيه. وده ميزه الاستيوباثي ان هو بيخلينا لما نيجي نسمع العيان بنسمعه بشكل غير تقليدي. يعني لما بيجي لي مثلا عيان بالام رقبه، ده انا بساله عن حاجات كتير قوي. لما بيجي لي واحده عندها الام اسفل الظهر، دي بتتسال اسئله ليها علاقه لما كانت في اعداديه والسبورتس انجريز اللي حصلت لها والوقعات والخبطات والجراحات، لان كل ده في النهايه بيسمع في الظهر بطريقه مباشره او غير مباشره، زي ما كنت بقول طريقه ميكانيكيه مهمه كتير. بصوا الامريكان هنا بصوا على موضوع الاستيوباثي ازاي. In the 21st century, the world wants physicians to be able to communicate In the 21st century, the world wants physicians to be able to communicate information to them in a way that's understandable, that's simple, that makes sense to them. People want to have a connection with their doctor. The kind of physician I want to be is one that can actually have a partnership with his patients. I want to be a physician that continues to lead throughout my career. I want to be the physician that changes the world. The goal of a DO school is to train students to become physicians who don't just know the what about the diagnosis of disease, but how to use all of their senses in order to diagnose that disease and figure out the why behind it. The emphasis at our College of Osteopathic Medicine is to train physicians to be healers and take a holistic
approach to medicine. And they end up being what I think of as really some of the best trained, rounded on physicians on the planet. Upon graduation, our students are ready for anything. They're ready to go into a primary care discipline. They're ready to go into a super subspecialty. I chose a DO school because I have every opportunity afforded to me in medicine that I could ever have dreamed of. One of the things that makes the osteopathic education system so special is the environment and the culture that we create in our schools. I've had many students who, when they visit an osteopathic school, immediately say, this is someplace I can stay and this is someplace I can learn. Students have access to the latest technology with regards to simulation labs and also standardized patient assessment labs, surgery simulation labs. And so they're very, very interested in making sure that our education is cutting edge and evidence-based and always looking at how we can integrate technology with our learning. We have a very nice mix of basic scientists and clinical faculty, and the students get to interact with the clinical faculty in small groups, and they do early clinical experiences when they come into the college, and they just love that. Within the first week, you're putting your hands on another student's arm, and you're feeling skin, you're feeling, you know, muscle, you're feeling veins, you're actually feeling the body parts that you're going to be examining as a physician. So you get over that fear of touching a patient. Just try to, you know, use your body lean a little bit so you don't have to get all arm, or you can throw your shoulder into it. Take a deep breath. Yeah. A doctor of osteopathic medicine is first and foremost a fully trained physician who has an additional benefit of using their hands in diagnosis and treatment that adds a different dimension to the healthcare of the patient. This helps with the healing process, it helps with improving range of motion, decreasing muscle tension, and those types of treatments can assist with more chronic conditions. I can obviously diagnose, get the x-rays, get the medicine, but I have one additional modality. I can reach into my black bag and not come out with another tool except my hands. And by using my hands, I can probably get some instantaneous relief of pain and hopefully cure the patient quicker. The osteopathic approach to medical education, educating physicians, is absolutely vital in our society today, especially the aspect of promoting primary care. Although there's an emphasis in primary care, there's also the option of them becoming surgeons, radiologists, anesthesiologist, rehab. I come from a traditionally underserved area, and I'm really looking to get back there and provide care to those type of patient populations. I think that's where the help is needed the most. A DO school trains people who will go out and change the world by touching individual lives. We are providing the type of doctors that the society is asking for. If indeed you wish to be the doctor that we need for the future, the osteopathic route is the way to go. دي البرنسبل بتاعت الاستيوباثي، ان الجسم واحده واحده. الجسم ربنا خلقنا بالقدره ان احنا نعالج نفسنا، ان العلاقه بين التشريح ووظائف الاعضاء علاقه وطيده، يعني بتعتمد على بعض، وان العلاج بيعتمد على الفهم للثلاثه الاساسيين. ايه اللي لفت نظركم في الفيديو؟ معرفش كان حد لفت نظره ان 20% من الدكاتره اللي موجودين في الولايات المتحده الامريكيه دلوقتي بقوا دي اوز. ايه قصه الدي اوز دي؟ يعني ايه دي او؟ دكتور اوف استيوباثيك ميديسن. بدات القصه زي ما الدكتور محمود حكاها كده من 1874، وفضلوا يجاهدوا شويه مع نفسهم لحد ما حصلت كارثه كبيره جدا في سنه 1918 اللي هي البانديميك فلو، اللي هي زي حمى الطيور او انفلونزا الطيور. والانفلونزا الطيور في الوقت ده موتت فوق 10 مليون بني ادم، نص مليون منهم بس في الولايات المتحده الامريكيه. وامريكا بلد بتاعت ارقام، يعني بيعملوا يعني ما بيحصل مشاكل بيجيبوا ستاتستيك ويشوفوا اللي هي احصاءات، ويشوفوا لاحظوا ان
رقم الاستشفاء في المستشفيات العادية حوالي نص كل 100 واحد بيخفوا، ومستشفيات الاستيابتي فوق 50% بيخفوا برغم ان هم ما بيدهمش ميديكيشن، برغم ان هم ما بيدهمش ادوية. فلما رجعوا وقعدوا يدرسوا الفلسفة بتاعت الاستيابتي لقوا ان هم بيشتغلوا على يعني ازاي كانوا بيخففوا العينين بتوع الانفلونزا الطيور دي. ان هم في الطب طبعا خلي بالكم في الوقت ده ما نقدرش نلوم الطب لان ما كانش لسه في انتيبيوتيك ولا في الادفانس ميديسن اللي موجوده دلوقتي، انما كان الفلسفه بتاعت الاستيابس اللي هي ما زالت شغاله ان هو يساعد الجسم انه يزود المناعه بتاعته عن طريق ان هو يحرك العمود الفقري فيشغل الجهاز الليمفاوي اللي هو موجود جنب العمود الفقري او المين درين بتاعه، فيبتدي العيان يخف. وكانوا بيعلموا عائلات العيانين ان هم يعملوا لهم زي اكسرسايزز في البيت، وبالتالي كان الاستشفاء نسبته يعني كل 100 بيدخلوا استيوباثيك مستشفى استيوباثي اكتر من 50% منهم بيعيشوا فيرسس نص في 100 في كل 100 بيدخلوا في المستشفيات العاديه. ده الاندرو تيلر ستيل اللي هو ده كان طبيب، ودكتور محمود حكى لنا عن قصته اللي هو فقد 3 من ابنائه وقرر ان هو يغير الواقع بتاعه. وهي دي كانت لو خدت بالكم في الفيديو كان بيقول physician of the future، دكتور المستقبل هو الدكتور اللي هيعرف يشوف العيان حته واحده مش تخصصات منقسمه. ولذلك هي دي ميزه الاستيابثي. كان عندنا مؤتمر السنه اللي فاتت في فندق سفير كان التايتل بتاعه استيابثي فيلز ذا جاب ان ميديسن، الاستيابثي بيملى الفراغات اللي في الطب. لان انت لما بيكون عندك مشاكل مثلا في ظهرك ممكن تروح للدكتور بتاع العظام ويديك ادويه وتخففك يعني مبدئيا بشكل ابتدائي بس مش بتشيله خالص لان الالم ده جاي من البروستاتا مثلا يعني. فلما بيجي لنا العيان داون قبل ما بنلمسه بنتاكد ان هو مشكلته بنعرف نعالجها يعني ميكانيكيه، انما لو طلعت مشكلته في البروستاتا بنعمل له ايه؟ بنوديه عند دكتور مسالك. زي بالظبط في حاجه مشهوره قوي اسمها الفايبروميالجيا، ده مش مرض بعينه، ده مجموعه أعراض بتيجي للستات عند سن المينوبوز قبل سن اليأس ما يسمونه سن اليأس يعني، وأنا مش موافق على التسمية عموما. بيحصل إن هم بيجي لهم آلام في كل جسمهم وبظهرهم ودماغهم وعينيهم، وبتبقى حاسة إن هي دريند، حاسة إن هي مش قادرة تعمل حاجة وتايرد وكل الكلام ده كله. علاج الفايبروميالجيا بانها مش دواء انك ترجع تاصل المشكله. فلو اصل لو احنا جات لنا العيانه بتاعه الفايبروميالجيا دي اللي هي دايما تاخد كميات كبيره جدا من جلسات العلاج الطبيعي بيكون حلها احيانا دكتور نسا شاطر لما بيجي لنا وبنعمل لها ايفالويشن وبنشوف اذا كان عندها مشكله ميكانيكيه هي اللي عامله لها مشكله، مثلا عندها التصاقات في الحوض او التصاقات في عمليات سابقه او حاجات زي كده. بعد ما بنصلح الحاجات دي بيبقى معظمهم محتاج زي هرمونال ثيرابي بنبعتهم للدكتور النساء بتاعهم اللي هو بيتولى. يبقى في الاستيوباثي مش بنعالج اعراض، مش بنعالج اماكن محدده، بنعالج سبب رئيسي للالم. الاستيوباثي عنده تخصصات تحت الاستيوباثي يعني الميجر بتاعتها الكبير قوي بتاعها السبورتس ميديسن والالام العضليه العظميه العصبيه، والوومنز هيلث اللي هي صحه المراه والاطفال. لو مسكنا هديكم مثال مثلا من كل واحد كده بسرعه عشان تتخيلوا الفكره شغاله ازاي. عندنا اطفال كتيره جدا الطفل بيبقى مولود كويس وبعدين يسخن. فلو حد في حاجه عندنا هنا فيزيشن قاعدين معانا النهارده انه ماشي بيقولوها دكاترة البيدياتريك بيقولوا سخونية غير معلومة المصدر. يعني الطفل يسخن بشكل مثلا نمرة صغيرة بس بتفضل السخونية دي، وبعدها بشوية نبص نلاقي الطفل مش قادر يقعد، مش قادر يتحرك او بيتألم او عينيه بتزوغ او حاجات من دي او الاورينتيشن بتاعه مش مظبوط. لما بنوديه عند الدكتور غالبا بيكون
السب كلينيك بنسميها سب كلينيكال فيفر، او اللي هي حراره غير، يعني مش كافيه ان انت تودي العيان للدكتور. فبيبتدي يعمل له الفحوصات بيلاقي العيان كويس، بيعمل له بعد كده ايمجينج، صور على مخه على عضلاته بيلاقيه كويس وممكن يلاقيه مش كويس. لما بينقسم الدكاتره على العيان، لو هو مش كويس وحصل لا قدر الله حمى شوكيه بنسميها وابتدت اثرت على خلايا المخ، ده ما بنعرفش نعمل له اي حاجه. انما لو لقينا عيان طفل ما عندوش اي حاجه لا في التحاليل ولا في اللي بيسموه ايه الايمجينج الاشعاعات، فالعيان ده بيكون غالب الظن الحمى اللي هي بتاعت الاغشيه الصحيه دي زنقه على مراكز المخ، وده الاستيوباثي بيعرف يعالجه بطريقه ادويه. فدي حته في الطب، يعني دي عشان كده بنقول الاستيوباثي بيملى المنطقه اللي هي ما بين التخصصات، زي حالات اللي هي الاطفال اللي هم من الناحيه الاكلينيكيه سلام، سوري من الناحيه الطبيه او سموها ايه المعمليه سلام، او الصور بتاعتهم الاشعه بتاعتهم كويسين بس هم مش كويسين كلينيكلي، فدول بيبقى عندهم لينا حلول. الومنز هيلث دي قصه طويله قوي، وده تخصص اوريدي موجود في امريكا. انا مستعجب طبعا ان احنا لسه ما وصلناش للحته دي. ومنز هيلث يعني ايه؟ يعني كل ما يتعلق بالمراه من ساعه ما بتكون من ساعه ما تبقى عندها 10 سنين او يعني تخرج من نطاق الاطفال 18 سنه او وات ايفر لحد ما يبقى عندها 90 سنه. ليه الست مهمه؟ لان بيبقى يعني مثلا لما يكون عندي عيان عندها الام اسفل الظهر، اللي بيبقى عندها 18 سنه غير اللي عندها 24 سنه غير اللي عندها 30 سنه غير اللي عندها 40 سنه غير اللي عندها 50 سنه غير اللي عندها 60 سنه، كل واحده كل سن من دول ليه فيسيولوجي بيغير الجسم بتاع الست، فما ينفعش نعالج كل الستات دي بطريقه واحده. وهو ده اليونيكنس او الانفراد او الفريده، يعني التميز اللي موجود في الاستيوباثي، انه ما بيعالجش مش الرجل والست بشكل واحد، ما بيعالجش الست نفسها باختلاف سنها او الاكتيفيتي بتاعتها بنفس الطريقه، لان في الاخر لازم يقيم كل واحده لوحدها الانشطه اللي بتعملها، العمليات اللي بتعملها، الامراض اللي عندها، وفي الاخر بنوصل لتشخيص معين، وهو ده التشخيص اللي بنعالج عليه. يبقى الاستيوباثي هنا في الومنز هيلث ده تخصص بعينه، ويعني انا زعلان كتير ان احنا مش مهتمين بيه في ميدل ايست. السبورتس انجريز واللي هو الاصابات الرياضيه، بيجي لي لعيبه كتير من عندنا في مصر، اللعيبه الكبار اللي هو بيكون عنده مشكله في الركبه وراح عمل عمليه في المانيا وبيرجع يحصل له نفس المشكله تاني. لما بنقيم العيانين دول بنلاقي المشكله اصلا مش في الركبه، بنلاقي مشكلته اصلا ان هو واقع على ظهره في فقره معوجه، فما بتديلوش البرفورمانس وهو بيجري، فدايما مخليه الركبه غير متزنه للمجهود، فدايما بيتصاب تاني. في واحد مشهور اسمه روبنز، ما عرفش تعرفوه ولا لا؟ مفيش ناس في الكوره هنا عارفين روبنز ولا لا؟ ايوه، الراجل ده كان قال ستيتمنت في اخر كان كاس عالم فين جمعه، فين جمعه ده المتخصص بتاع الكوره بتاعنا، كان قال ستيتمنت انه لولا الاستيوباثي اللي هو بيتعالج بيه ما كانش يقدر يبرفورم بالبرفورمانس العالي ده. 89% من اللي بيتلقوا علاج الاستيوباثي يشعرون بتحسن ملحوظ في خلال اسبوع من بدء العلاج، ده الكلام اللي كنا بنقوله من شويه. الاستيوباثي بيعالج حاجات كتير قوي زي ما حكيت، منها من اول الويبلاش لحد الويبلاش اللي هو بعد خبطات العربيات، للصداع، لمشاكل الظهر، لمشاكل القوام، لمشاكل الديسك، انزلاق غضروفي، مشاكل الحوض. ودي بقى ما بتفرقش، يعني طبعا تفرق من رجاله للستات، بس عند الستات اكتر الحته الكارثه اللي احنا بنخش منها ان الرجاله عندهم مشاكل حوض اكتر من الستات بس مش بيجوا، يعني they came too late، يعني بيجوا لما الكارثه بتبقى مصيبه، يعني كارثه يعني.
ده حاجة حبيت أجيبها لكم، ده حاجة بتقول لنا إزاي جسمنا متشبك في بعضه، اسمها الفاشيا. الفاشيا دي زي الشغط اللي في عند اللحمة كده، بس دي ده حيوان مش بني آدم عشان متخضوش بس. هنشغله وبص، عاوزك تبص على الفاشيا دي. الفاشيا دي اسمها فاشيا بالمناسبة، موجودة تحت الجلد مباشرة، موجودة بين الأحشاء، موجودة بين العضلات. يعني على سبيل المثال لو أنا عندي الفاشيا مثلا في المنطقة بتاع الدراع دي فيها مشكلة أو فيها التصاق، حتى لو قويت العضلة الفاشيا بتكنترول العضلة. يس. يعني الفاشيا لما بتكون مش 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 ما فيهاش قدرة الفلكسابيليتي مرونة بتأثر على العضلة. فأنا مش دايما الحل ان انت تزود الرياضة، مش الحل هو الرياضة، الحل انت تصلح الميكانيكا عشان المريض ده لما يروح جيم يعرف يبراكتس صح، ما يبقاش معوج وفي تقلص. خلينا نشوف الفيديو ده صغير قوي. Nous étions cependant sûrs de quelques faits. La continuité tissulaire, l'existence de structures basiques de type vacuolaire et l'existence aussi de mécanismes d'amortissement permettant l'interdépendance des organes. Il fallait passer en trois dimensions pour mieux comprendre. À ce moment-là, les images de synthèse nous ont bien permis de progresser. Elles ont été traitées par le principe de production dans un système déformable continu de deux fronts théorégiques, l'une externe et l'autre interne totalement mobile. On introduit une architecture réticulée à mailles losangiques incluant les microvacuoles sur cette amortisseur en recherchant la répartition fractale. Le modèle graphique se rapproche de la parente réalisée, illustrant le système de glissement, reproduisant à la fois la brillance du liquide intravacuolaire, l'armature des fibres collagéniques, respectant nos hypothèses concernant les tractions et sollicitations intravacuoles. Mais cette réponse à l'explication du glissement tendineux mettait en exergue l'interdépendance des mouvements des tendons entre eux. عشان كده لما نيجي نفك الفاشيا دي او نحاول نفك الفاشيا دي او نحاول نفك لازم نلمس جلد العظم. Je percevais alors la globalité de ce système. يعني مفيش حاجه ثانيه يعني في كل الكائنات الحيه، بس اللي عند البني ادم حاجه مختلفه خالص، لانه بيشيل جزء من حمل على الجسم. تخيل لو حد عمل عملية وقطعنا له الفاشية دي، إيه اللي بيحصل؟ بيحصل تساقط بالظبط كده. فبدل ما الأحشاء تبقى ده عين الحيوان دوت، وهو مجرد ما زي ما شايف كده في جزء منه هش جدا اللي هو ده، وشايفين كمية الأحشاء، ومن جزء منه لازق زي اللي في البطن اللي هو بعد العبيبان قوي بعد عمليات القيصرية للسيدات، ان هو ده كله ده بيلزق. بيلزق يعني ايه؟ يعني قدرة الست ان هي تتحرك بحركة سموث يعني مرنة وسلسة بتقل، فتبتدي تعوج ظهرها، فيبتدي يزود تقلص ظهرها، فيبتدي يغير السنتر اوف جرافيتي بتاعها اللي هو مركز الثقل، فتبتدي يجي لها خشونة في الركبة وهكذا. يا رب تكون الفكرة وصلت بتاعت الفاشية دي. ده حاجة تانية بتورينا قد ايه احنا متقدمين، قصدي متأخرين شوية. This is Chicago's very own WGN News at 9. On the Medical Watch, a baby can leave a lasting mark, but there's one a woman may need to erase. Scars inside from C-sections. You may not see them, but you will feel them, and they'll get worse. I would lay in bed at night and I would just feel like my abdomen was really tight. After two C-sections, Carol Michaels knew she had some scarring, but her posture was also suffering. She couldn't stand or run. I thought just it's kind of tight and, you know, maybe if I stretch it and things like that, it'll get better. It never got better because the problem was even more advanced than Carol thought. After a cesarean section, at the incision site, adhesions form. Tissues stick together and grow like a web. The process works to seal the wound, but it can keep going, forming scars that cause many symptoms. Constipation and diarrhea as they press against the rectum and bind the intestines. Lower back and neck pain from altered alignment as women hunch over
and difficulty breathing. You can fix the problem. It depends on how much adhesion there is and how many systems it has impacted. It's not a quick treatment, but you get results pretty much from the first treatment. The treatments involve manipulating the scar site. Anything that's too tight, yeah, like a knot. بتحاول تفك السكار او الصفات اللي هي بعد to get more water in there. المشكلة بتاعت العملية. And then it refills and all the layers then can separate and move how they want to. The treatment is sandwiching your tissues and allowing it to منظر الفاشيا ازاي بنعالجها ان احنا نحاول ندخل لها هيدريشن يعني سوري ميه عشان ترجع فليكسبل تاني and reforms and reshapes. As fluid started moving, Carol began moving better. And I'm running down and back now. I can tell that my posture is different. My hips move when I run now. I can breathe all the way down and I'm not having the pain. And at the end of the day, Carol sleeps like a baby, 2 years after her last baby. A good way to prevent the adhesions, drink lots of water following an operation and listen to the doctor's advice. Don't lift heavy objects or do too much after surgery. تخيلوا ان ده ريبورت بتاع اخبار في امريكا. بنتكلم على حاجات احنا بنتكلم على يعني حاجات بتحصل مش عارف اقول لكم ايه الصراحه يعني. خدت بالكم ان كارول اللي بيتكلموا عليها دي عملت عمليتين سي سيكشن بعد العمليه الثانيه اللي كانت بتقدر تجري ولا تمشي وما حسيتش بقى ان هي ظهرها بيوجعها، حست ان البوشر بتاعها قوامها كله مش قادره تعمل الحاجات اللي كانت بتعملها. سنتين هامله نفسها، بعد كده قدرت تسترجع الانشطه بتاعتها. لو خدنا كارول دي وخدناها في الموديل بتاعنا، خلينا ناخد كارول بقى هنا في مصر مثلا، اخبار كارول ايه؟ لا ده كارول عندنا ما شاء الله، عندنا كاروز بالهبل يعني. قصدي مصيرها ايه؟ هتتطلق يعني، غالبا هتتطلق يعني، لان هيحصل انكلينيشن في البرفورم يعني، مش هتعرف تعمل اللي عليها، فبالتالي كده اوكي. دي الحاجات اللي ممكن الاستيوباثي يعالجها. اتكلمت عن حاجات الاطفال ودي كتيره جدا يعني، ليس الوقت كافي ان احنا نشرحها، انما المعلومه المهمه ان انت لازم نكون عارفينها ان العالم كله عنده كليات استيوباثي. امريكا لوحدها عندها 35 استيوباثيك ميديكال سكول، في فوق ال 100 مدرسه في اوروبا. روسيا اللي بنقول عليها يعني متاخره شويه عندها 17 مدرسه. في 3 مدارس كبيره جدا في استراليا، وللاسف عندنا في مصر واحده وربنا يستر عليها. خلينا ناخد لما بنشوف عيان عنده ركبه او سوري عنده الام ركبه، بنشوفه لو في حد اطباء قاعدين معانا بنشوفه من هذا المنطلق، يا اما عنده التهاب يا اما عنده انفكشن عدوى، يا اما عنده ورم، يا اما مخبوط، يا اما عنده مرض جيني، يا اما عنده مرض سيكولوجي وهكذا. الحقيقه ده ممتاز وده اللي احنا بنبص له برضه في الاستيوباثي. وممكن لو انت دكتور يعني متخصص شويه تقول لا ده ممكن الالم الركبه ده يكون في الرباط الصليبي او تكون في المنسكس الغضروف الهلالي، ممكن يكون مشاكل اللي بتحصل عند المراهقين. كل ده بنشوفه في الاستيوباثي، بس اللي بنشوفه إضافة لكل الكلام دون بنبص للعيان من 3 محاور إضافية، خلينا نسميها إضافية عشان محدش يسألني طب بتبص على الإشاعة؟ طبعا ببص على الإشاعة، بتبص على طبعا لازم أبص على التحاليل، إنما إيه تاني بقدر أشوفه محدش تاني بيشوفه؟ اللي هي 3 محاور دي، الميكانيكا الحيوية بتاعت الشخص. لو الشخص ده عنده مشكلة في الركبة لازم أقيم اللي عنده على بعضه. ممكن تكون مشكلة الركبة الركبتين اللي بيشتكوا، ممكن تكون ركبة واحدة، ممكن الركبة من قدام، ممكن الركبة من ورا، ممكن الركبة من على الجناب. يبقى لازم أميز كل عيان طبيعة الألم اللي عنده شكلها إيه. طيب يعني إيه تقصد دكتور هشام بايوميكانيك؟ يعني عاوز أشوف الوزن بتاعه نازل على ركبه زي ما ربنا خلقنا ولا بشكل مختلف. اديكم مثال بسيط، لو انا وزني كده زي ما انا
لو رجليا لو انا واقف كده انا محمل على الرجل دي ومش محمل على الرجل دي، طب لو واقف كده انا محمل على دي وحلل نص على دي، طب لو حوضي عامل كده، وصلت الفكره؟ يبقى قبل ما اقول للعيان ده ان انا هعالج ركبتك لازم اقيم العيان ده واشوف حاجه سهله بنسميها اللاين جرافيتي لاين، مركز الثقل او ربنا سبحانه وتعالى خالق جسمنا بيعدي في حتت ما بيتحملش عليها في الركبه، انما لو الحوض بتاعي بقى لقدام يبقى الوزن بتاع الناحيه دي هيحمل على الصابونه اللي هي ربنا مش خالقها تشيل وزن، ده ربنا خالقها تعمل زي البولي سيستم، زي محور ارتكاز، يبقى لما الصابونه ينزل عليها وزن تعمل خشونه، هعالج ساعتها بقى الخشونه هنا ولا اعالجها من هنا؟ الحوض هو ده، يبقى مثال ده انا بدي مثال عبيط قوي اللي هو الميكانيكا بتاعه العيان لازم يتشاف على بعضه. افرض واحد مثلا لسه عامل جراحه في الفم والدكتور اسنان تقل عليه شويه وفتح بقه شويه زياده، فالراجل ماشي عامل كده، فاهمين قصدي انا بتكلم ايه؟ يعني الشويه دول بيغيروا الميكانيكا بتاع العمود الفقري كله. يبقى انا ممكن يكون مشكله الركبه دي ارجعه لبتاع الاسنان يعدل له التي ام جي او مفصل الفك. الحاجه الثانيه والمهمه جدا اللي بنسميها الفلويد فلو، الفلويد فلو اللي هو تدفق السوائل في الجسم، وهنا السوائل مش بتكلم بس على الدوره الدمويه اللي هي رايحه للقلب او خارجه من القلب او الشرايين او الاورده، انا بتكلم كمان على الليمفاتيك سيستم، يعني ممكن يكون الم الركبه ده نتيجه لان الشخص عنده ان الشرايين مش رايحه للعظم كويس، او الشرايين رايحه كويس بس الاورده مش بتتصرف بسرعه فيبتدي تديني الام ركبه. يبقى انا هنا في الحاله دي هعالج الام الركبه ازاي؟ ببعته بتاع حد اوعيه دمويه يشوف المشكله ايه وهكذا. ثالث حاجه ودي مهمه جدا اللي هي الجهاز العصبي المركزي. عندنا حاجه مشهوره قوي في الطب وكل الدكاتره بتوع العظام يعرفوها، بالذات بتبان بعد الناس اللي بتعمل تغيير ركبه، تبص تلاقي تغيير ركبه ده ما عندوش حاجه، يعني حد بيكون عنده خشونه عاليه جدا في الركبه وبعد ما بيغير ركبه تبص نيجي يروح للعلاج الطبيعي عشان يبتدي بقى يمارس حياته الطبيعيه ويتني ركبته ويفرد ركبته، نفاجئ ان عنده احمرار جامد جدا في ركبته برغم انه ما عندوش التهاب، ركبته ورمه كتير ومش عارف يتني ركبته، وكل ما نتني ركبته يرجع الجلسه اللي بعدها ركبته مفروده تاني. نعم، والم فظيع. اوكي، طب ده بنعمل له ايه؟ في الاستيوباثي بقى عندنا ليه حل، بنبص على الاعصاب. عندنا هرجع لحته لورا صغننه كده، عندنا ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا جسمنا بجهاز عصبي ارادي ولا ارادي، وجهاز عصبي سوري يعني ارادي اللي انا عاوز امسك المايك، عاوز احرك حاجه، ده ارادي، يعني دماغي بتقول لي ايديا اتحركي فبتتحرك. وعندنا جزء لا ارادي، ده اللي ليه علاقه بتنظيم الوظائف الحيويه لجسمنا زي الضغط والحراره بتاعه جسمنا في الساعه، زي الهضم، زي العرق، كل ده احنا ما بنتدخلش فيه. الجهاز العصبي اللا ارادي في حته مهمه جدا اسمها السمباثيك سيستم او الجهاز السمبثاوي، وده موجود من الفقره الاولى الصدريه لحد الفقره الثانيه قطنيه. فلو حصل مشكله في الفقره اللي هي اللي بين الصدريه والقطنيه اللي هي اخر الصدريه واول القطنيه بيحصل فيها مشاكل، هي دي اللي بتدي للركب. وصلت الفكره؟ يبقى انا لما اجي اعالج بقى الراجل اللي عنده سمباثيتك ترافيك، يبقى انا اعالجه منين؟ اعالجه من ركبته واحط له تلج ولا اعالج ظهره؟ هي وصلت الفكره؟ يبقى الاستيوباثي لما بيبص على حاله وبص على عيان بيشوفه
بالطريقه اللي احنا متعودين عليها اللي هي بتدرس في كليه الطب اللي هي بتعتمد على التشريح والفسيولوجي وكل الكلام ده، بالاضافه الى ثلاث محاور رئيسيه اللي هي الميكانيكا الحيويه، تدفق السوائل، والجهاز العصبي بشكل عام. ناس كتيره جدا بتسالني هل الاستيابتي ده حاجه معتمده واتعمل فيه ريسيرش يعني بكتير. يعني في ريسيرش الحقيقه دايما بيلفت نظري، طبعا دي ريسيرش كلها يعني اللي عاوز البرزنتيشن اكيد متوفره يعني ممكن تقروها، انما ده مثير للجدل جدا. الريسيرش ده حصل سنه 2013 زي الايام دي كده 13 مارس، بيشوف تاثير الاستيوباثي على العيانين في مستشفيات الجراحه العامه، ملوش علاقه بقى لا بركبه ولا حاجه. عملوا مجموعتين، ادوا مجموعه ادوها استيوباثي ومجموعه ما ادوهاش استيوباثي، واخدوا الفيصل على يعني قصدي الكلو ايه، ان دايما بعد العمليات بيحصل لنا ان احنا احتباس يعني بيجينا امساك او يعني ممكن حركه الامعاء، وده كان العامل الاول. العامل الثاني فتره النقاهه في المستشفى، لقوا ان الناس اللي ادوهم استيوباثي خرجوا جازس يعني قصدي حصل لهم حركه الامعاء بطريقه اسرع يومين ونص، عكس التانيين قعدوا 6 ايام. بالنسبه للاستشفاء من اولموست 5 ايام للي اخذوا استيوباثي لاولموست 12 يوم للي ما اخذوش استيوباثي. امريكا لما تتكلم على امريكا وارقام بنتكلم على الدولار ساين، علامه دولار. ده بيوفر قد ايه للمستشفى ان انت تقدر بان انت تدخل استيوباثي مستشفى، ان انت تقدر توفر هاف كوست، يعني ممكن بدل ما تدخل عيان تدخل 2. تخيلوا احنا محتاجينه قد ايه في مصر واحنا شايفين اصلا يعني anyway. العلاج الطبيعي مهنة روعة وممتازة، بس مش عاوز حد فيكم يدخل العلاج الطبيعي في الاستيوباثي، وده انا فخور جدا ان انا اصلا اخصائي طبيعي قبل ما اكون استيوباث. بس العلاج الطبيعي بيركز على العرض برغم انه بيكون عارف فين المشكلة، بس ما عندوش التولز اللي يعملها ولا هو ولا الترديشنال ميديسن. الاستيوباثي بيبص العيان زي ما اتفقنا من كله على بعضه، من جواه لبراه، بالاحشاء بالاورده بالشرايين بكل حاجه. عندي حلم من زمان طبعا ان انا نفسي اشوف استيوباثيك فيزيشن او دكاتره استيوباثي مش في مصر بس، الحقيقه احنا بدانا من مصر بس نفسي اشوفه في كل العالم العربي. نفسي اشوف حتى الناس الفقراء بتتعالج بيه بغض النظر عن حالتهم الاجتماعية. نفسي نقدر نعمل يعني make a difference، نغير في الهيلث كير. دايما كنت بشوف العلاج الطبيعي بما اني يعني راكب بتاع عربيات قديم عربيه بي ام دبليو، بس لما درست استيوباثي حسيت ان هو عربيه بي ام دبليو ادفانسد يعني سبورتس كار. شايف ان احنا لو قدرنا نمزج الاثنين مع بعض اكننا عندنا بي ام دبليو بتربو انجن، عارفين طبعا التربو انجن ده حاجه زي عربيات كده اللي هي بتاعت اوكي تايم. حاضر. لو قدرنا بقى ندخل كل ده في انتر ديسيبلينري موديل معاه كل التخصصات هتكون احنا اللي كسبنا التيم كله. في واحد اسمه مارتن لوثر كينج، ده راجل من بتوع الحريات في امريكا، ليه مقوله مشهوره قوي بيقول if you cannot fly then run، اذا ما تقدرش تطير اجري. If you cannot run then walk، اذا ما تقدرش تجري امشي. بيقول if you cannot walk then crawl، اذا مش قادر تمشي اسحف. بس زي whatever you do you have to keep moving forward، بس بغض النظر هتعمله لازم تفضل تتحرك للامام. شكرا لاستماعكم. اي اسئله؟ أي فن؟ الحمد لله. شكرا فن. ممكن نجمع دكتور محمد فضل. أي فن فضل.
حلو قوي. لو الدكتور اداله العلاج والراجل خاف، مش محتاجينه في حاجه، مش محتاجين الاستيوبس في حاجه. لا لا لا، طيب انا اسف، اي مس يعني مس اكسبريست ادي. الاستيوباثي مش بيعالج، مش بيلغي التخصصات، لا ده هو بيملي الفراغات، بيكمل الفراغات. يعني مثلا عيان عنده ركبه زي ما اتفقنا كده، راح للدكتور واداله الدواء وما خفش، وداه علاج طبيعي وما خفش، عمل جراحه وما خفش، هيعمل ايه؟ مش هنضربه بالنار. طيب يبقى هنوديه لحد بقى يشوفه على بعضه، لان معناه ان هو ما خفش ان هو ما شفناش المشكله فين. بس ده اللي انا اقصد. الطريقه يعني التول، دي كلها هشبهها لحضرتك بطريقه سيمبل خالص. لو عند حضرتك بتسوقي اكيد، حلو، يجرى ايه لما العربيه بتاعتك زوال العجل بتاعتها تبقى مش مظبوطه؟ تعمل ايه في الكاوتش؟ هتاكله وهتنحله وهتاثر على الاستابيليتي بتاعت العربيه. ففي جسمنا الكاوتش ده ركبنا، الصح ان انت تغيري الكاوتش ولا تعدلي الزوايا؟ هو بقى الاستيوباثي. يبقى الاستيوباثي اي حاجه ميكانيكيه في جسمنا مش هتتصلح الا بالميكانيكا. وصلت ولا لسه؟ اوكي، ممكن تمام. خلينا نسال، بنعدل الميكانيك. انا في حاجات بايدينا بنعملها، بنغير في جسم الانسان عشان نعدل الميكانيكا بتاعه بطريقه يدويه، يعني من غير دواء ومن غير جراحه. لا لا، فيش، بنستعمل الدواء وبنستعمل الجراحه، بس الموديل اللي احنا بنجيبه الميدل ايست، جايبينه الميدل ايست، ده بيركز على العلاج اليدوي فقط بدون اجهزه. I hope جاوبت على السؤال يعني. اوكي. كانسر از اوكي. اتفضل. هل الاستيوباثي بيعالج حاجه، بيعالج امراض الكانسر مثلا؟ الحقيقه الاستيوباثي متخصص واضح جدا، يعني عنده سكوب براكتس، يعني بي سكوب اوف براكتس. شباب دكتور رامي، سكوب اوف براكتس مجال معين. خلينا ابسط لكم الدنيا شويه. مجرد ما الخليه بتتغير شكلها ده مش عندي. يعني مثلا الخليه بقت كانسر، او واحد جاله سكر، ده ما اعرفش اعمل له حاجه، لانه الخليه حالتها الرئيسية اتغيرت، تحولت، يبقى كده ده مش عندي خالص. احنا بنشتغل لو بدري، لو يعني اذا جبناه بدري قوي يس ممكن يعمل حاجة. انما الاستيوباثي عنده وظيفتين، وظيفة كيوريتيف يعني العين بيخف تماما، ووظيفة ريهابليتيتيف، يعني مثلا الناس اللي عندها باركنسون اللي هو شر عاش مثلا، يعني كان بيجي لي نسبه كبيره جدا، مش عشان اديله دواء ولا عشان اعمل له ولا هضيع له الباركنسون، بس عشان ما يستهلكش كميه ادويه اعلى، لان الباركنسون بياخد الدوبامين ده بيفضل يزود، يعني لازم تزود الدوز. لما بيجي لنا بنعمل له حاجه في الكرينيوم، لان الجهاز الدماغ دي بتتحرك، فيبتدي يشغل الدوره الدمويه الدماغيه، فيبتدي اعتماده على الدواء يقل. فانا ما اقدرش اغير حاجه تحولت، ولكن ده بنسميه ريهابليتيتيف يعني تاهيلي، غير الكيوريتيف ان حاجه معوجه اعدلها. اوكي. في واحد، اين توقد الفاشيا؟ مش ممكن تقرا ده؟ ليش العربي بتاعي بعفيتين شويه. مايك بقى ماشي. هو مش سؤال، هو منظره يعني مقطوعة. أين توجد الفاشية في الجسم؟ ما هو عمرها الافتراضي؟ وما هو حجمها أو وزنها؟ كيف تؤثر على خلايا المراكز العصبية؟ كم عدد طرق العلاج؟ ده سؤال تاني بقى. طيب خلينا الأولاني الأول. الفاشية موجودة في كل حتة في جسمنا، ف
في كل حتة. يعني احنا لو شلنا من جسمنا العظم والعضلات والأحشاء هتلاقي البني آدم لسه مرسوم بالفاشي، لأنه موجود في كل، يعني هو الفاشية اللي معلقانا تكنيكلي. وزنها ايه؟ It depends هي فين. يعني مثلا عندنا ثلاث أنواع من الفاشية، مش عاوز ادخل في التفاصيل، إنما وظيفتها حيوية جدا، مش بس لأنها بتسسبند الميكانيكا بتاعت الجسم وبتنظمها، ده كمان ليها وظائف حيوية زي المية، الهيدريشن، الاميونيتي، لأنها بتأثر على الأوعية الدموية وهكذا. موضوع الفاشية ده يعني بياخد شهور شوية، فممكن أبعت، يعني ممكن خلي الأسئلة الطويلة دي يعني على البيرسونال إيميل ولا حاجة. كم عدد طرق العلاج بعلم الأستيوباثي؟ لا كتير قوي. طرق العلاج في الأستيوباثي متعددة، ولو حقيقة لو دخلنا على الهيستوري بتاع الأستيوباثي ولو كنا خدنا الموديل بتاع الأستيوباثي من زمان كان الدنيا اختلفت خالص. إنما عندنا طرق كلها يدوية في النهاية، على الأقل الموديل اللي احنا مشغلين فيه في الشرق الأوسط شمال أفريقيا، حاجات ليها علاقة بتحريك عظم الجمجمة، حاجات ليها علاقة بتحريك الأحشاء، حاجات ليها علاقة بتحريك المفاصل والأربطة وهكذا. إنما كل واحدة من دول فيها عشرات مئات التكنيكس اللي بتناسب كل عيان زي ما اتفقنا، مفيش حاجة معينة بتتعمل لكل الناس، في حاجة بتتعمل للعيان ده بصفة خاصة بيزد على إمكانياته الجسدية. هل علم الأستيوباثي قادر على علاج الشلل النصفي وبنسبة قد إيه؟ اتفقنا إن هو الحاجة اتغيرت، لو الخلية بقت دامج ما بنلاقيش حاجة، بيبقى علاجها ريهابليتيتيف. نقدر ناخد العيان اللي عندهم شلل نصفي دول وبنسهل العلاج الطبيعي الشغل، ان هو بنظبط الميكانيكا بتاعت العيان ده، لان بقى عندهم مشاكل في الحوض ومشاكل في الشولدر. ده لما بيجي لنا اولا في العلاج الطبيعي العيان لازم يروح 3 مرات في الاسبوع في الاستيوباثي. العيان بيجي لنا مره في الشهر او مره كل 6 اسابيع. ما هي المراحل العلاجيه لعلم الاستيوباثي وكم مده العلاج؟ ما فيش حاجه اسمها كده في الاستيوباثي. في حاجه ان كل عيان عنده كفاءه في جسمه ان هو يستشفى، واجبنا ان احنا نسرع هذه الكفاءه عشان الانسان يقدر يستغل المنحه اللي ربنا مديها له، ان الجسم زي ما اتفقنا نمره 2، ان الجسم قابل ان هو يصلح نفسه بنفسه اذا ما عليهوش اي ضغوط ميكانيكيه. اسوأ حاله تم علاجها؟ حصل بالصدفه البحته، كان الطفل جاي لنا في مستشفى وادي النيل من حوالي 2 سنين كده، وكل الدكاتره قالوا ان العيان ده ما فيهوش امل فيه. بصيت على الايمجنج بتاعه، وبصراحه شديده الصراحه حلوه، ما تخيلش ان ممكن نعمل اي حاجه. within 3-4 visits الطفل بقى ابتدى يقعد تاني وبقى ابتدى يكراول، وده كان حاجه، يعني في حاجات يعني بتحصل غير العلم، مش كل حاجه. يعني انت احيانا بتقول، بيقول لك سموه ايه، يعني قلبك ولا قلب الام، يعني ما اعرفش اذا كان ينفع اقول كده. لا، بيقول حسك الطبي بيقول ان انت you need to try with this patient. واحنا واضحين جدا في اللي عندنا ان العيان ده لو مش بتاعنا مش بتاعنا من الاول. انما لما ام الطفل يعني اصرت ان هي شي هاف ا بليف ان ذس، سبحان الله ربنا الشافي. دور الاستيوباثي في علاج المشاكل المتعلقه بالوظائف الاوكيبيشنال هازاردز تحفه. السؤال ده خرافي. احنا عندنا 13% من اللي عند العيان بتاعنا دكاتره اسنان. بالمناسبه اشمعنى دكاتره اسنان؟ لان دكتور السنان عامل كده طول النهار، دول بيتعوجوا بهدلوا عيني. كل وظيفه، مثلا لو بتكلم على بتوع المسرح هنا اكيد بيعملوا عندهم مسرح عرايس وحاجات زي كده، اللي هو دايما واخد الوضع ده او واخد الوضع ده كده، احنا غيرنا السنتر اوف جرافيتي بتاعه لان ربنا خلقنا كده. فلما انا امسك بني ادم كده ايه اللي يحصل في ظهره؟ يحصل دبل لودنج. فيا اما نعلمه يعمل العكس ونمرن له عضلاته اللي هي بتحصل لها ستريتش، ان احنا نقويها له ونعدل له الميكانيكا، يا اما بقى الله يرحمه بعد زمن قصير زي دكاتره العلاج الطبيعي اللي بيعملوا اطفال ما عمره الافتراضي 5 سنين، بعد كده بيروح النار. هل علم الاستيوباثي بيعالج العمود الفقري فقط ام باقي اعضاء الجسم؟ لا، العلاج الاستيوباثي بيعالج العيان على بعضه، جسمه بمفاصله بعموده الفقري.
اوكي في سؤال؟ لا ده خلص ده ماشي. اي اسئله تانية؟ انا اولا بشكركم كتير جدا جدا على اتاحه. ايوه اتفضل. طب ماشي انا جاي اهو. ماشي. هو في الحقيقه سؤالين زي بعض كنا بنتكلموا عن الفقره الرابعه والخامسه. ايوه. وفي تخطين على بعضهم وجميع الادويه المسكنات والبواسط العضليه لها اثار جانبيه، هل هناك من علاج غير عمليه الجراحيه؟ الرابعه والخامسه دي كارثه. اولا لازم تسال السؤال في راجل ولا ست؟ نمره واحد، لان تختلف. الرابعه والخامسه والسادسه، الرابعه والخامسه في انزلاق ولا مفيش؟ الشخص ده لو راجل عنده كام سنه؟ عنده مثلا 45 سنه 50 سنه، يبص على البروستاتا بالذات اذا ما استجابش للعلاج الطبيعي والادويه، والا لو كانت تعالج كان خلصت الليله. طيب لو بنتكلم على واحده عندها 27 سنه وعامله 3 قيصريه، الرابعه والخامسه اوتوماتيك مع الخياطه. عاوزكم بقى تركزوا معايا شويه، كلنا عارفين فين خياطه السي سكشن. السي سكشن عامله زي السمايلي فيس كده عند البيكيني لاين، فكل مره الست بتعمل لها انسيجن اكننا بنشد لقدام، اكننا بنشد ده كده. مين اللي بيتحرك وبيتزحزح؟ الرابعه والخامسه. يبقى قبل ما اقول في علاج الرابعه والخامسه، اشمعنى في العيان ده عنده ألم في الرابعة والخامسة الذي لا يستجيب للأساليب العادية؟ سؤال محدد أكتر في الورقة الثانية، حد عنده 44 سنة وبيسأل هيرد الغضروف مكانه ولا إيه العمل؟ فيش حاجة بترد الغضروف مكانه including surgery. surgery بتنظف حوالين العصب مش بتسترجع الغضروف. عشان نحط غضروف مكانه بالمناسبة محتاجين قدرة ميكانيكية خرافية اللي ما ينفعش نطبقها على الجسم. السؤال الاستيوبسي بيتعامل مع العيان ده ازاي؟ فيري سيمبل، ان احنا بنقلل اللود اللي موجود على العصب بسبب الانزلاق. طبعا الانزلاقات الغضروفيه اشكال وانواع وفي اتجاهات، ممكن يكون طالع لقدام فبيدوس على النخاع الشوكي، ممكن يكون جاي على الجنب بيعمل لنا زي سياتيك على ناحيه واحده او الام على ناحيه واحده. السؤال دايما طيب بما اننا ما نقدرش نرجع الغضروف مكانه نقدر نعمل ايه؟ نقدر نخلي العيان ده الفقرات اللي حوالين الرابعه والخامسه تتكيف مع الغضروف اللي طالع. يعني Did I answer the question? I think yes. بنخلق بيئه مناسبه ان يقلل الالتهاب على العصب، بان احنا نقلل اللودنج بتاع الديسك على العصب. بنشوف السبب ايه، ممكن يكون السبب احشاء، ممكن يكون سبب التهاب في البروستاتا، ممكن يكون سي سكشن، ممكن يكون فقره نفسها زعلانه معوجه، ممكن يكون وجاج في الحوض. يعني لا طيب انا خليني معاكي ونشوف الاناليسز احسن. انا بقول لحضرتك بنصلح، بنخلي، بنعمل ادابتيشن، يعني بنخلي بقيه العضلات بقيه. خلي بالك اللي عنده غضروف بيبقى ماشي عامل كده، سوري كده، او ماشي عامل كده حسب الطلعه فين معايا. تمام، لو انا فضلت عامل كده شويه الالم هيقف هنا ولا هيغير ميكانيكا كلها؟ وشويه بعد كده هتبقى الهيب، وشويه تبقى الني، وشويه تبقى بقيه العضلات الفقرات. الاستيوباثي بيكيف بقيه الجسم ان احنا نرجعه ميكانيكلي للنص عشان يهيل مش عشان يرجع. وصلت؟ عشان ما هو خلاص خرج، لا هيزيد ولا هيقل، ممكن يكون ملتهب فزنق العصب. احنا لما طبعا هو 90% من العينين كده بيحصل الالتهاب. الخبطه الاولانيه دي بتعمل كمية التهاب جامدة جدا فبتخلي العين يتعوج وبتضيق القناة العصبية، فعشان كده بتحس بالألم، غير كده مش تحس بحاجة. في ارتكل لسه في الدي دبليو لسه عامله اول امبارح عن الأعراض الخفية للانزلاق الغضروفي. حضرتك ممكن ابعت حضرتك اتفضل. يعني بنصلح الميكانيكا الفقرات بس ما بنردش الغضروف اتسلف. بس
بص يعني هل احيانا كتير جدا بيجي لنا عيانين بان في غضروف بس مش هو ده اللي عامل الالم؟ يعني ما اعرفش انتم متابعين ولا لا، يعني في حد بيتالم جامد بس ما فيش غضروف اكشولي، اور في غضروف بس الالم بسبب حاجه ثانيه اللي هي عوجه العمود الفقري. الدور بتاعنا ايه؟ ان احنا نعدل الميكانيكا برضو. اوكي ماشي قول. زمن الجلسه بيتحدد بوقت معين؟ لا برضو ما عندناش زمن للجلسه، حسب كل عيان، ممكن من 20 دقيقه لساعه. عمري 18 سنه، بحس بالم في الكتف الايسر واسفل الظهر مع الوقوف لمده طويله او المشي. لازم نعرف السبب. الجهاز العصبي السمبثاوي والباراسمبثاوي، هل يوجد توقيت معين يعمل فيه كل منهم اثناء اليوم؟ بيشتغلوا سايد تو سايد اول ذا تايم. الاوستيوباثي بيعالج حالات تاخر الانجاب لدى المراه بسبب مشاكل لو كان سببها ميكانيكي، وجود التصاقات في الفاليبيان تيوب، والالتصاقات دي انواع واشكال، ممكن تكون ستراكشر ونون ستراكشر. اللي هي ستراكشر دي ما حدش بيعالجها غير جراحه، اللي هي نون ستراكشر اللي هي بتبقى زي وظيفيه زي اللي شفناها كده في الفاشيا، حاجه كده بسيطه مجرد ما بنعمل لها موبيلايزيشن بتخف. كده كويس؟ اي خدمه. الام مثل الكهرباء في الساق كلها بعد اجراء عمليه رباط صليبي، هل سببها هو الفاشيا؟ بوسيبل يكون الفاشيا مشدوده زنقه على العصب. عشان كده لازم دايجنوز، جود دايجنوز. ما نقدرش نعالج من غير ما يكون في تشخيص. اذا كان في طفل عنده اعاقه نتيجه نقص اكسجين في الحضانه اثرت على الايد ديبنس، في دامج ولا مفيش دامج؟ في دامج مش عندنا، مفيش دامج ممكن نشوفه. فور ناو نو. اوكي. هل تصليح الجسم بالاوستيوباثي للمراه الحامل ممكن يحول الولاده من القيصريه الى ولاده طبيعيه؟ الديبنس اذا كانت الطفل ده طفل انابيب ولا مش طفل انابيب. في يا اخوانا عوامل كتيره جدا، احنا مش عاوز ادي اجابات تكون يعني بتاخدها مني كده يعني استسلام. كل حاله بحلتها. عملت جلسه واحده وتعبت اكتر. وارد جدا. انا ما اعرفش كنت سمعت، ما اعرفش مين كتب القصه، لو كنت سمعت الستوري بتاعتي انا كنت بعاني من الام جامده، وبعد اول جلسه كنت بموت تقريبا. ده طبيعي لان الجسم بيرسبوند للتحركات اللي احنا بنعملها دي. هل يعالج العقم في الرجل؟ نو. دو اي هاف تو ريبيت ذا هو الانجليزي سيرتن بيركوشن ايه؟ الديبنس على المشكله. زي ما بقولنا احنا مش بنعالج الهواء، لازم يكون عند العيان مشكله ميكانيكيه عشان نعالجها. نفرض العيان جه مره وخف، خلصت، جه وجاب يشتكي من حاجه ثانيه، لازم نشوف ايه المشكله الثانيه وهكذا. فما فيش عندنا موديل بيعالج كل حاجه، كل العيان كل مره بيجي بيتقيم من الاول جديد خالص. انا خلي بالكم بنقول كل شهر شهر ونص، سو فتره طويله. Are there certain precautions to have to take place for the exercises? اكيد في بركوشن لكل عيان على حده، كل عيان عنده بركوشن معينه نقدر نديله حاجات معينه ونديله حاجات معينه، وهو ده اللي بيميز الاستيوبس، ان مفيش وان يعني وان سايز فيتس اول، مفيش حاجه بتتعمل كل حاجه، كل عيان وليه. او يس اتفضلي هنا. لا الحقيقه لسه لم توجد مستشفيات، في كليه بتطلع، خرجنا 10 دكاتره السنه دي والسنه يعني السنه اللي فاتت، وهنخرج ان شاء الله 25 دكتور السنه الجايه. عندنا فوق ال 100 طبيب بين جراح حمود فقري وعلاج طبيعي ونسا وكل حاجه. يعني في عيادات. تمام قول يا باشا. اي فن. السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يخليك. طبعا ده أمنية نمرة 2 لو خدت بالك. I have a dream. أنا كنت أقول أن عندي حلم. ده الحلم نمرة 2. إيه إزاي نقدر كلنا مع بعض نقدر نحقق العلم
سامبل. خليني احكي لك امريكا عملت ايه. لما جه الاستيوباثي بقى ليجلايزد او يعني ريكوجنايز في عهد روزفلت، لاحظوا ان دكتور الاستيوباثي ما بيحتاجش نفس، ما بيطلبش نفس كميه الادويه ولا الاشعاعات ولا اللاب ورك للعيانين. فابتدوا يعملوا حاجه لطيفه قوي بقى، ده خلاص ده كليه الطب وده كليه الطب، يعني في كليه الطب في تو بارلل ميديسن في امريكا اللي هو الدي او دكتور اوف استيوباثيك ميديسن، وفي الام دي اللي هو الدكتور بتاعنا اللي احنا عارفينه اللي هو ميديكال فيزيشن ميديكال دكتور. شركات الانشورنس ناصحه فابتدت تقول ايه، طيب احنا عندنا كام واحد عاوز يدخل استيوباثي ما سمعوش فلوس جاي الحته بتاعتك. ابتدت تسبونسر اجيال. العلم ده في امريكا بيكلف فوق 250 الف دولار في الاربع سنين. شركات الانشورنس بتدي للطالب ال 250 الف دولار ده مقابل انه يخدم في رولر اريا خمس سنين في منطقه ريفيه نائيه. This is how it works. الحل ان احنا نعلم دكاتره، ما عندناش حلول ثانيه. ايه مشكله الطب ده في مصر؟ انه غالي. يعني زي بقول لك كده 250 الف دولار في امريكا، في مصر 2000 دولار ومش لاقيين طلبه يدفعوا. يبقى الحل فين؟ الحل ان احنا نركز ان احنا نعلم اكبر عدد من الدكاتره والاطباء اللي هم نقدر ننشرهم بقى في المناطق الريفيه وغير الريفيه، وتحصل يعني. وزمان شفتي الريسيرش كلها الابحاث كلها بتقول قد ايه هو بيوفر فلوس، يعني هو بيجيب فلوسه، بس نديله الاول الدفعه الاولانيه على اساس ان هو يقدر نطلع جينيريشن افتر جينيريشن. يعني دلوقتي مين اللي بيتعلم؟ اللي قادر. انما اللي غير قادر، عندي شباب زي الورد جينيوس، عيال جباره، بس ما عندناش سبورت من الحكومه، يعني بنعمل كل ده كمان. يعني حتى الاورجانيزيشن اللي هي بتستضيف الاكاديميه هنا بتصرف فوق مليون جنيه سنويا لمساعده الطلبه، بس مش ده مش دورها، المفروض ده دور يعني حكومات وكده. فالحل ان احنا نشجع الاطباء ونساعدهم ماديا ان هم يبقى عندنا بيس قوي. انا تحت امرك وخدي نمرتي وانا جاهز اي اتجاه. تحت امرك مفيش مشكله. ايوه نعمل لا مفيش مشكله. احنا طيب انا هنكون براكتيكال. الدكتور رامي بعد اذنك خد نمره الهانم ونصق معاه كده، اعتبر الموضوع منتهي. يعني اي اسئله تانية؟ اتفضلي يا فندم. معلش عشان العاملين هنا في، انا بكلم بالنيابه عنهم. ماشي. حضرتك قلت ان طريقه شغلهم بتديهم اصابه. مظبوط. ممكن حضرتك تديهم اكزامبل ازاي يقدروا يقفوا صح؟ ما هو المشكله هنا ان مفيش زي ما حكيت مفيش وان سايز فيتس اول. يعني مثلا لو واحد فيهم قصير غير الطويل، لان السنتر اوف جرافيتي بتاعته مختلف. اديهم الطويل هيعمل ايه والقصير هيعمل ايه؟ لا ده موضوع طويل. ده موضوع طويل قوي. هم اغلبهم مستنيين الرد من حضرتك. لا لا هو احنا بالنسبه لنا ويلنج ان احنا يشرفونا، واحنا بنعمل يعني بيسموها فور فري كتير قوي، واحنا الناس دي عملت معانا يعني زي ما بيقولوا احسن واجب. فاقل واجب نقدر نعمله لهم ان احنا نتيك كير اوف ذم. That I think that's the best way. لأن ما فيش للأسف، يعني ما كنت بحكي من شوية، ما فيش حاجة أقدر أوريها لحد كلهم يخفوا عليه. كل واحد مختلف. افر واحد عنده بروستاتا، واحد عنده كسر قديم، واحد عنده وهكذا. وصلت الفكرة؟ فهم ينورونا ويشرفونا وإحنا will do the best for them. Any other question؟ أي سؤال تاني؟ عندنا في وادي النيل، في المهندسين المعادي، ممكن تاخدوا في الورقه اللي مع حضرتك عناوين. اتفضل يا فندم. اي اتفضل يا فندم. كل عالم وارد.
هو ما هو عشان كده بنقول الاستيوباثي بيملى الفراغات بين التخصصات. يعني ممكن انت تكون داخل بين تخصصات مثلا، فالحال بتاعك انت تيجي تبص عليك نقول لك اذا كان دي تبعنا ولا مش تبعنا، ممكن تكون مش تبعنا خالص. اول رايت شكرا مره ثانيه. اتفضلي يا فندم. مصر ام الدنيا اول طبعا، ام الدنيا تحيا مصر مليون مره. بس انا لولا قدر الدكتوره يعني اعرفها ربنا يبارك فيها هي اللي دلتني على حضرتك، ما حدش يعرف العلم ده في مصر، يعني عايزين نعمل ننشره. ده من الحاجات انا نفسي من يوم لما عرفت قاعده انشر عندي على الفيسبوك. ما شاء الله ربنا يخليك. انما لازم يبقى في يعني توعيه اكتر. انا اقول لك حاجه، فاسمح لي حضرتك. اتفضلي. انا في نادي المعادي، ممكن اعمل لحضرتك ندوه؟ اكيد 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 طبعا طبعا تحت امرك طبعا. احنا يعني لما مدام ايمان قالت لنا تعالوا اسات الصاوي قلت لها مور ذان ويلكم، بس انا كنتش متاكد ان هيكون في ما شاء الله ناس كتيره النهارده كده. طيب ماشي ان شاء الله، واحنا تحت امركم في اي تخصص. مدام سوما اللي جابت لنا الواقع العربي ما شاء الله تسلم ايديك. الحقيقه روعة ما شاء الله. أيوة أيوة مظبوط. اسكندرية هايلين. أنا كنت بدي في محاضرة في كلية الطب الأسبوع اللي فات، إقبال جماهيري خرافي. شور ده اولا بشكر حضرتك على المجهود، وبشكر مدام ايمان، وبشكر حضرتك، وبشكر كل الناس اللي حضرت اللي هي متبنيه الفكره كفيجن، يعني كرؤيه. يعني دي هو ده الاستيبسي بينتشر كده. يعني انا مش هحكي لكم المعاناه اللي انا عانيتها عشان نوصل للي احنا فيه النهارده، انما هو مش هينتشر غير بيكو وبالناس اللي هي كين ان هي تخلي البلد دي حاجه كويسه. اتفضلي. ايوه زي ما اتفقنا اي حاجه تحول التشو في، يعني حصل تحول في الانسجه صعب نعمل لها حاجه لان دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، انما احنا بنحاول في المعوق بس والمزنوق عليه. يعني حلو المعوق دي يعدل المعوق. كتر الف خيركم وشكرا مره ثانيه على اللي شرفتوني.